أسعد الله مساكم كل خير متابعينا الكرام. اليوم الجمعة 16/10/1442، متواجدين في سوق أبو عمر عصر يوم الجمعة في الحوية. بإذن الله راح ننقلكم تغطية الأسعار الحلال اليوم. ما شاء الله تبارك الله العروض متوفرة، هذه عروض المقاني ما بين متابيع وغنم جنب، وهذه شبوك البهم. البهم اليوم تقريبا فوق 400 راس، كل شبك فيه 50. هذه شبوك البهم، هناك شبوك الوسط، وبإذن الله راح ننقلكم اليوم تغطية الأسعار الحلال. تابعونا، مرحبا بالجميع. ثلاثمية وعشرين. ثلاثين، الله يبارك. ستين. يا شايب وين الرجال؟ يا شايب وين راحوا؟ هذا هو سجل على هذا 1520 يا ولد، 32 مع 32.